مشاهدينا وصلنا هلأ لحكيم ميديا. صار وقت نقول لألا مساء الخير. مساء النور أيهم ويارا، وينعاد عليكم مشاهدينا مرة تانية وثالثة. بالبداية بدي أذكر المشاهدين بسؤال حلقة اليوم: في ظل غياب مظاهر العيد عنهم، هل تستطيع المشاريع التطوعية إعادة أطفال سوريا إلى حياتهم الطبيعية؟ على أمل أنه ما يبقى ولا طفل عايش حياة غير طبيعية وما عم يستمتع بطفولته. نحن بانتظار أنه أنتوا كمان تستمروا بالتصويت وبالتعليقات، وأيها ميارة رح يقروا بانتظار التعليقات الجديدة دائما حتى نقدر نتفاعل معه ونقرأها. هلأ رح ننتقل لموضوع تاني، ورح نشوف طفل سوري موهوب بالتعليق الرياضي ووصف بأنه أصغر معلق رياضي بالعالم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لكلاسيكو الأرض، لديربي ليس له نهاية ولكن يبدأه برشلوني كتالوني بأحلى الألوان على ملعب الكامب نو، ولديه مدريدي باللون الأبيض باللون المرنجي. الدرسالة الكتالونية اليوم تريدها ثلاث حتى تقلص الفارق، أما الريال يريدونها تعادلا أو فوز ليبتعدوا وكذلك ليأخذوا الصدارة على الغريم الكتالوني. ولكن بين هذا وذاك سوف نتعرف اليوم على هوية اللاليغا ومن يكسب باللاليغا ومن يفوز باللاليغا لموسم طويل فيه تشجيع دفاع قوة. ولكن الليلة هو كلاسيكو العالم بأكمله وليس كلاسيكو إسبانيا. أيوة كنا عم نتناقش أنا ويارا إذا الطفل سوري ولا أردني. هلا بصفحات ذاكرة إنه هو سوري وصفحات تانية ذاكرة إنه هو أردني. يعني شو ما كان جنسيته بس له مستقبل لذيذ أكيد مهضوم وظريف على صحبة واحدة. هو لسه الفيديو كتير طويل فأنا اختصرته لهيك مثل ما عم تقولي يارا إنه صحبة واحدة من الأول للأخير. مثل عصام الشوال عم بيقلده يمكن هو. وأنا سمعته لوسيم قلت له شو رأيك؟ عم قال لي إنه فظيع. عجبه يعني فكرته عصام. لا ما عصب هالمرة. الحقيقة فيديوهاتنا اليوم أو الفقرة كلها اليوم فقرة رياضية، عشان هيك يمكن يعصب هلأ وسيم. راح نشوف فيديو تاني من الفيديوهات اللي انتشرت كتير على السوشيال ميديا، فيديو لأحد أفراد تنظيم داعش هو وعم يطلق النار على ملابس فريق برشلونة. قوس على الملابس. رح نشوف الصورة يلي بتوضح أكثر الموضوع. إذا منتقل للصورة اللي بعد الفيديو، هلأ منشوف الصورة اللي بعد الفيديو. شو الهدف يعني؟ الفكرة كأنه داعش عم توصل رسالة إنه هنين ضد الرياضة وضد الرياضة كأس العالم كمان. يعني مو شيء جديد عليها نهائيا داعش إنه تكون ضد كل ضد الطبيعة ضد الطبيعة كل مظاهر الحياة. هاي هي الصورة مثل ما شايفين هون، أوضح من الفيديو فيها كأنه مجسم أو شيء ملبسينه برشلونة. يعني شكلهم بيشجعوا ريال مدريد كمان. ممكن ممكن. هلا بالصيف عفوا اخر الشتويه طلعت كثير اشاعات او طلعت على الفيسبوك حتى انتشرت وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي صور لكريستيانو رونالدو وميسي وكل الابطال تقريبا المنتخبات والمونديالات، كانوا منزلين لهم يعني مصورين لهم كلهم دم ولبس، يعني انه قالوا انه هيك داعش بدها تعمل بالمونديال وصاروا يخوفوا الناس. اي فشكلها هلا هي رجعت القصه على امل انه ما يصير اي شيء اكيد يعني مع الرياضيين، وما بنتمنى احنا هيك شيء نهائيا. ولكن ما في شيء مستغرب عن داعش اللي مثل ما حكينا بتكره الحياه نفسها. يعني رح نشوف فيديو كمان من اجواء الرياضيه، بس الفيديو للشرطه الروسيه هي وعم تمنع المشجعين الايرانيين من رفع العلم الايراني اللي بتوسطه شمس واسد، وهو العلم يلي كان معتمد بايران من قبل الثوره الايرانيه وحاليا يشير الى المعارضه. ببینید پرچم شیر و خورشید رو اینجا گرفتن، پرچم و سفارت جمهوری اسلامی، مقامات مسئولین محترم، بله مسئولین محترم اینجا دارن کارشون رو انجام میدن. گفتن پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم نشه، بله نظام مبارک اینه، البته دموکراسی بزرگترین دموکراسی خاورمیانه است.
يعني روسيا ما بتقدر انها تسمح ولا بجزء كثير صغير من الحريه، حتى بالمونديال عم تمارس القمع، وطبعا كان هذا بطلب من السلطات الايرانيه انه ما تسمحوا للمعارضين برفع العلم يلي يرمز للمعارضه. فيعني هيك حدث وهيك شيء يستحق انه تسلط عليه الاضواء، خاصه انه بالسابق يعني شفنا باكثر من دوله بالعالم تم رفع علم الثوره السوريه، وبالمقابل كمان تم رفع علم النظام وما حد تعرض لاي مساءله، لانه هي يعني تدرج ضمن الحريات. بس انه روسيا تمارس القمع على المعارضين الايرانيين يعني الوضع مختلف، هي سابقه روسيه. راح نضل بأجواء الرياضية، بس راح نشوف فيديو كتير لطيف وألطف من هدول الفيديوهات تبع داعش تبع روسيا. الصينيين تخيلوا شو ممكن يصير إذا لعبت دببة الباندا بكأس العالم. صفحة أنا التابعة للتلفزيون العربي أعدت فيديو كتير مهضوم عن هالموضوع. دمي ما معقول ما اهضمهم. فظيع الباندا، بحسه يعني اغبى حيوان. لا هلا هو بس لذيذ، هو يعني هو ما له غبي على فكره، انا كنت عم بقرا عنه. لا على فكره يعتبر من الحيوانات الذكيه، بس هو بليد مثل ما قالت يارا، يعني لسه ابلد من القطيه اللي عندي. الغباء والبلاده يعني وجهان. لا لا بالعكس، كل انسان بليد بيكون ذكي صح. الا اللي بحب النوم، كل شيء بحب النوم. ايه اللي بحب النوم طبعا مشهورين بالذكاء. اوكي تمام. هلا بس بدي اشير انه الباندا من الحيوانات المهدده بالانقراض، وانه هي بتربى بشكل مكثف بالصين، يعني هنيك بتولد. فالصينيين هلا بلشوا يعملوا استنساخ لحيوان الباندا خوفا عليه من الانقراض. بالنسبه لي انا عن جد بلاقي حيوان كثير مهضوم وظريف ولطيف. صح. زميلنا ميران كان كثير يحبه، عنده ميداليات والعاب كلها باندا. نوجه له تحيه لميران. اكيد بدي اوداكم مشاهدينا كمان يارا وايهم، على امل انه تقضوا ليله ظريفه وممتعه، وكمان تستمتعوا باخبار رياضه، ويكون وسيم مسترخي هالمره. ما يعصب ما يعصب. شكرا الاء. شكرا الاء. رح نروح لفاصل وبعدها بنكون مع وسيم.